يوم جديد وحلقه جديده، برحب بيكم من الحلقه اللي فاتت مشاهدينا، برحب بيكم ووحشتوني جدا من الحلقه اللي فاتت. بس حابب انبه في بدايه الحلقه على ضروره لبس الكمامه واخذ الاجراءات الوقائيه والتدابير الاحترازيه اللازمه علشان تفشي الفيروس. الحقيقه الفيروس ما بيفرقش بين صغير وكبير، لانه دلوقتي داخل في كل بيت في مصر وموجود في كل عيله مننا. الحقيقه انا معايا قصه يعني حابب اعرضها لحضراتكم. ابراهيم عنده ضمور في العضلات وضعف في الاعصاب والاطراف الاربعه عنده مش وصلها دم بشكل كويس، حصل عنده يعتبر شلل تام في الحركه. ابراهيم بقاله دلوقتي 3 سنين مش قادر بيتحرك بسبب ضمور العضلات دلوقتي، والحقيقه ان هو مش مقتدر على الكلام. فانا معايا اخوه محمد دلوقتي معايا هاتفيا. استاذ محمد برحب بحضرتك يا فندم. مرحبا بك حضرتك. دلوقتي عايزين حضرتك تشرح لنا حاله الاستاذ ابراهيم دلوقتي، حالته عامله ازاي. احنا عرفنا من حضرتك انه بقاله 3 سنين ما بيتحركش، وحضرتك رحتوا بيه رعايات كتير، رحتوا بيه الدكاتره، بس الحقيقه ما كانش فيه تجاوب منهم. فعايزين نعرف من حضرتك ايه اللي تم بالظبط. والله حضرتك يا استاذ محمد دلوقتي احنا رحنا اول ما اكتشفنا التعب اكتشفناه من حوالي 3 سنين حضرتك. حسينا بضعف في رجل اليمين، فرحنا للدكتور. اول دكتور رحنا له قال لنا تعدي جلطه في المخ، فطبعا كان علاج الجلطه ده قعدنا حوالي شهر ونص حضرتك ناخد العلاج، والحاله نزلت ثاني فغيرنا الدكتور. رحنا الدكتور ثاني قال طيب، يظهر ان الخط فصل. استاذ محمد هرجع نعاود معاك الاتصال مره تانية. استاذ محمد كان بيقول ان اخته الصغيره برضو مريضه وعندها تقريبا ضعف في النخاع الشوكي وعملت عمليه قبل كده، ووالدته مصابه بفشل الكلوي. ربنا يشفيهم يا رب، وكمان مصاب بكورونا، ربنا يعافيهم كلنا بنتعلم بالشفاء العاجل. خلينا نطلع لفاصل بسيط، هنرجع نشوف التقرير اللي معاكم ونرجع نستقبل ضيفتنا اللي منورانا ومشرفانا النهارده في الاستوديو، استاذه مي مؤنس خبيره التجميل وخبيره البروتين والعنايه بالشعر. هنرجع نستقبلها مع حضراتكم لكن بعد الفاصل. سنة بتروح بأيام الحلوة ولحظاتها الجميلة، وسنة تيجي بأقدار ربنا اللي كتبها لنا، والحمد لله دايما بنرضى بيها. بس ده ما يمنعش ان احنا السنة اللي فاتت شفنا حاجات كتير جدا زعلنا عليها وبنحاول ننساها، وعشنا اللحظات الحلوة اللي فيها، وبنستقبل السنة الجديدة بالحب والعطاء والرؤية الجميلة. وعلشان كده عشان نشوف كل حاجة جميلة ونشوف الخير والعطاء، بتبقى في حاجات بسيطة كده ممكن ما نكونش واخدين بالنا منها. يعني مثلا ممكن في الشعر كلنا بنزعل عليه لما بيقع او بيسقط او بيحصل له اي حاجه. علشان نعرف ايه البروتينات والكافيار والبوتكس والفيلر وانواع تانية كتير هنعرفها كلنا مع خبيره البروتين اللي منورانا في الاستوديو، استاذه مي مؤنس. برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذه مي. في البدايه عاوزك تعرفي المشاهدين بالخدمات اللي بتقدميها عندك في المركز. انا عندي في المركز بعمل جلسات بروتين وفيلر وبوتكس، جلسات ترميم، جلسات خلايا جذعيه لوقف التساقط من اول جلسه، جلسات ديتوكس لمنع القشره من الشعريه من اول جلسه بفضل الله. استاذه مي، انت بقالك كام سنه في المجال؟ بقالي سنتين ونص. ما شاء الله وقت كبير جدا. طيب يعني دلوقتي عاوزين نعرف ايه اسباب التساقط والعلاج بتاعه، تساقط الشعر. خلينا نتكلم الاول عن البروتين وبعد كده نتكلم عن المشاكل اللي بتيجي بعد البروتين. طيب ممكن نتكلم عن البروتين. ناس كتير جدا كان في جدل حصل في الفتره الاخيره عن البروتين ومشتقاته اللي هو الفيلر والبوتكس والكلام ده كله. طيب ممكن تعرفينا ايه المشتقات بتاعه البروتين دي وكل نوع بيختص بايه؟ تمام. البروتين ما هو الا ماده تجميليه، يعني اي متخصص او اي بيوتي سنتر هيقول لك انا هعالج لك شعرك بالبروتين، ده معلومه خطا جدا. البروتين ما هو الا ماده تجميليه، غلاف احنا بنحطه على الشعريه من بره بيفرد الشعر لوقت مؤقت، مش اكتر من كده. ممكن نخليه بروتين علاجي بالاضافات اللي احنا بنحطها عليه، ده يعني مفهوم البروتين. الفيلر انا بستخدمه في حاله واحده في الشعرايه. الشعر طبعا بتشوفوه في الفيديو اللي انا بنزله عندي على الجروب او على البيج، الشعر بيبقى قد كده اللي هو طلعنا سحبنا منه كل الدهون والزيوت والكريمات، فبيبقى هايش جدا وبيبقى كتير جدا. بعد جلسه البروتين بنلاقي الشعر اتحول من بعد ما بقى كده بقى حاجه صغيره جدا، اللي هو بقى فرق الشعرايه اتفردت، بقى فيها ترطيب، بقى سمكها قل عن ما كانت قبل جلسه البروتين. فالفيلر انا بستخدمه في حاله واحده بس، لما يكون الشعر العميله عندي خفيف، الشعر بعد ما سحبت اللون، بعد ما سحبت سوري الدهون منه، بلاقي الشعريه اصلا كلها على بعضها صغيره. طب دي اما افردها هتبقى عامله ازاي؟ ارضيه الراس بالتالي هتبان. فانا ما بستخدمش الفيلر غير في الشعر اللي هو احس ان في فراغات كتير. اي مسمى تاني تحت، يعني اي مسمى تاني اي بيوتي سنتر يقول لك انا هعمل لك جلسه فيلر 100%، الفيلر ما بيفردش 100%. انا عن نفسي وعن كورساتي ودراستي اللي انا درستها، الفيلر ما بيفردش 100%. البوتكس هو اللي بيفرد 50%،
برضو انا بحب ادخل البوتكس عندي في جلساتي جدا، طب هي مش كلها مشتقات من كلها البروتين؟ مشتقات من البروتين، بس انا يعني ممكن اعمل 50 و50 حسب احتياج الشعر اللي قدامي. انا ممكن اعمل 50 فيلر و50 بروتين، لو الشعريه فيها تمويجه بسيطه من عند التوكه ده الفيلر بس، الشعريه ارضيه الراس العميله باينه، فانا طبعا لو عملت بروتين ارضيه الراس هتبان اكتر، فانا بالتالي بدخل فيلر. طب وبالنسبة للناس اللي بيبقى عندهم ثعلبة في الشعر أو حاجات زي لا كده؟ الثعلبة والحاجات دي ممكن مع الدكتور الجلدية، أنا ما أقدرش أتكلم فيها، لأن الثعلبة والصلع الوراثي بتبقى محتاجة حاجتين، محتاجة إن أنت تحقن بالبلازما أو تعمل زراعة شعر، طب وده ده طبعا بياخدنا لسؤال مهم جدا أستاذة مي. طيب هل الصلع أو تساقط الشعر ده بيبقى نتيجة عوامل مؤثرة زي مثلا ممكن نقول الاستشوار المكوى والكلام ده كله، طبعا ولا بيبقى عوامل وراثية فقط؟ قبل البروتين ولا بعد البروتين؟ ما هو ممكن بالبروتين، التساقط قبل البروتين بيقول ان هو يعني المادة ماشي اللي فيه هقول ممكن لحضرتك، تأثر على شعر هقول شوية. لحضرتك اتفضلي. التساقط قبل البروتين، لو جات لي عميله عندها تساقط شديد جدا انا ما بقدرش اعمل لها حاجه، بقول لها حللي كالسيوم، حللي فيتامين، حللي غده، ممكن تكون روابط الشعريه بتاعتها ضعيفه، ممكن تكون سوء تغذيه، انا ما بقدرش اعمل لها حاجه، لازم الاول تعالج شعرها من التساقط الشديد عند الدكتور جلدي، انا ما بقدرش اتعامل مع الحالات اللي زي دي. اما لو تساقط عادي زي احنا كشعب مصري كلنا عندنا تساقط، مفيش حد ما عندوش تساقط، لو تساقط عادي بقدر انا اعمل لها جلسه مناسبه لشعرها وبحط عليها مواد ترميميه، انا معروف عندي في مجالي والعملاء اللي عملوا معايا كتير عارفين ان انا ما بعملش بروتين بس، لازم بضيف على البروتين مواد ترميميه، وبفضل الله العميله بتجي لي بعد 6 شهور 8 شهور سنه بلاقي شعرها طول وتقل عن الاول بكتير، لان انا ما بشتغلش بروتين بس، مش معنى كده ان الماتيريال اللي انا شغاله بيها وحشه، لا بالعكس، بس انا بحب ارمم الشعرايه وبحب اضيف نسبه ترميم اللي شعري محتاجها، بس الترميم لوحده ما بيفرقش، طب الترميم لوحده ازاي انا ممكن نعالج التساقط اللي في الشعر ده؟ بنعالجه بالبروتين برضو والفيلر روبوتكس، ولا الترميم؟ بعمل جلسه خلايا جذعيه، خلايا جذعية حضرتك اللي بتعمليها؟ بعد البروتين لو التساقط، انا اعرف ازاي ان التساقط من البروتين، التساقط من البروتين لو لقيت الشعر العميله بتشتكي ان شعرها بتنزل بطولها، بعرف ساعتها ان الخطا عند المتخصصه، اللي هو ازاي انت حطيتي ماده تقيله على الشعرايه وكبستي بدرجه حراره عاليه جدا، فالشعرايه ما استحملتش الماده اللي عليها فنزلت بتنزل بطولها، اما الشعرايه لو فيها تقصير وتقطيم ساعتها بعرف ان درجه الحراره كانت عاليه جدا وبرده الماده مش مناسبه للشعرايه. تمام، بس هل الخلايا الجذعية بتعوز جلسة واحدة، ولا ممكن نعمل أكتر من جلسة عشان ممكن نوصل للنتيجة جلستين او المطلوبة؟ ثلاثه، وفي ما شاء الله عملاء من اول جلسه التساقط بيقف بنسبه 90%. طيب عايزين نعرف ايه مخاطر البروتين على الشعر؟ كل حاجة لها مخاطر، أكيد أكيد البروتين له مخاطر كبيرة على الشعر، بس أكيد. عاوزين نعرفها للسادة المشاهدين. مخاطر البروتين لو أنت رحتي مكان مصدر مش موثوق فيه، واحدة متخصصة دخلت البروتين بهدف سبوبة، اللي هو أنا دخلت المجال ده عشان مثلا البروتين فيه مكسب، فهي داخلة عشان كده، لو المتخصصة دخلت مجال البروتين كسبوبة مش هتنجح فيه، بالعكس ده بتسوق سمعة البروتين. معروف دلوقتي في مصر عموما إن بروتين يعني تساقط، اي حد يعمل بروتين بس انت شعرك هيقع، اختاري المكان الصح، اختاري المتخصصه اللي فاهمه نوعيه الشعر وعارفه شعرك محتاج ايه، لان كل شعر يعني انا عن نفسي في شعر بحتاج 50 و50، 50 ترميم 50 بروتين، 70 بروتين 30 ترميم، مش كل الشعور بتحتاج، فانت اختاري المكان الصح، اختاري اللي فاهمه مش حافظه، اللي دارسه وفاهمه وعارفه هي شعرك محتاج ايه وبتعمله لك، لان مش اي حد يعمل بروتين في الشعر. تمام، بس في ناس بتقول ان الفرد والبروتين بيعالج، انما الفرد هو اللي بيقع البروتين مش والكلام ده كله، بيعالج، مش بيعالج خالص، لا مفيش وسيله لا معالجه. لا لو قلت لك بعالج ابقى انا بكذب عليك، البروتين مش بيعالج، انا قلت لحضرتك في اول لقاء طبعا ان البروتين ماده تجميليه بتغلف الشعريه من بره، احنا مالناش دعوه بالجذور، طب ايه اللي بيخلي التساقط وبيخلي الشعريه تنزل من الجدر؟ ساعتها بيبقى العيب في المتخصصه مش في العميله، المتخصصه حطت ماده تقيله على الشعريه وكوت بيبليس، عملت بيبليس بدرجه حراره عاليه جدا، فالشعريه بالتالي ما ممكن تحرق استحملتش، الشعرايه ما هي كمان. الشعريه ما استحملتش فنزلت بطولها بالجدر كمان، دي بتبقى عيب متخصصه مش عيب عميله. طب ازاي بتقدري تفرقي ما بين البروتين الخام من الفورمالين؟ طبعا الفورمالين احنا عارفين ان هو في ماده سرطانيه ممكن تعمل سرطان في الجسم، طب حضرتك ازاي بتقدري تفرقي ما بينهم؟ انا الحمد لله بفضل الله دلوقتي اعرف يعني اميز ما بين ده وده، لو متخصصه جديده مش هتعرف تميز، اولا هاتي بروتينك من حد موثوق فيه، ثانيا العميله لو رحتي عملتي جلسه بروتين ولقيتي مناخيرك مثلا في حرقان، عينيكي في حرقان وفي دموع، صدرك قفل، تعرفي ان الماده مليون في الميه اللي انت شغاله فيها فورمالين، فبالتالي ما تروحيش المكان ده تاني. طب ايه اكتر مشاكل بتواجهك في جلسه البروتين بتاع حضرتك؟ لما اكتر بتيجي بتعملي مثلا جلسه بروتين لحد بتواجهك مشاكل كتيره، طب ايه اكتر مشاكل اللي بتواجه حضرتك في اكتر الجلسه؟ مشكله واجهتني في البروتين وما بحبهاش لما تكون عميله جايه لي عامله حنه فرد،
حنا فرد او جلاد، مشتقات عموما المواد الكيميائيه دي مضره جدا، وبقول كتير ومحدش بيسمع الكلام. الحنه الفرد والجلاد والشعر لما يكون جاي لي مسحوب اكسجين، اللي هو معمول هايلايت، معمول صبغه كتير اكتر من مره. الشعريه دي انا عن نفسي في مجالي بسميها شعريه عايزه تتعمل بالشوكه والسكينه، انا مسميها كده، اللي هو بتبقى عايزه ماده مختلفه خالص، عايزه ماده ترطيبها عالي جدا، عايزه درجه حراره مناسبه جدا للشعرايه. انا بكون بطبطب على الشعرايه دي وانا شغاله، مش مجرد ان ماده حطيتها وبيبي ليس والشعر اتفرد 100%، انا كده عملت جلسه بروتين ناجحه. بالعكس، جلسه البروتين الناجحه مش ان انا اطلع شعر مفرود 100% وخلاص العميله مشت فخلاص مش هقابلها تاني، لا بالعكس، انا عايزه العميله تعمل عندي وترجع لي تاني، مش تعمل عندي واللي يسالها شعرك تقول لهم لا ده باظ ومش حلو، وبالتالي ده بتبقى سمعه عليا انا. تمام، يعني حضرتك بتقول ان الحنه بتاثر على الشعر جدا نفسها، جدا. اه حنه مع ان في الفرد ناس، طب الناس بتعمل الحنه علشان مثلا بتشيل، بترطب الشعرايه، مش، بتشيل لا من القشره، في الكلام حنه ده كله. فرد، انا بتكلم على الحنه الفرد مش الحنه البلدي اللي حضرتك بتتكلم عليها، حنه بلدي اللي تمام، هي ممكن تكون موجوده في الصيدليه، لا انا بتكلم على الحنه الفرد، الحنه الفرد والجلاد والصبغات عموما. الشعر لما يكون مسحوب اكتر من مره او محطوط له نسبه اكسجين عاليه جدا، ده احنا كده بندمر الشعرايه تمام دي، بتبقى عايزه معامله خاصه انا مسميها كده. تمام طب استشوار الشعر او المكوى دايما بيأثروا على الشعر؟ استشوار خامة الشعر نفسها بيأثروا عليها؟ قبل البروتين وبعد البروتين في كلتا الحالتين بيأثروا. طب ما كده البروتين، يعني دلوقتي احنا احنا متفقين ان هو فردين، ما اه فيهوش احنا فردين، اه فرد بس، اه اه لكن ما بينفعش يقدم، ما بيضر، يعني ممكن يضر اكتر من نفعه كمان، لان اكيد. احنا بنحتاجه في فرد الشعرية بس. اه طب الاستشوار والمكوى بيأثروا عليه، ممكن نقول بعد البروتين؟ بعد البروتين لا، الاستشوار لا، بس استشوار لو هتنشفي. بالعكس انا بقول للعملاء بتوعي بعد ما تعملي جلسه البروتين يفضل ما تلميش شعرك مبلول، ما تحطيش توكه، ما تلبسيش سكارف، الحاجات دي كلها لا، لو عندك استشوار في البيت نشفي باستشوار اللي هو مجرد تنشيف، ما بقولهاش اعملي جلسه استشوار. البيبي ليس طبعا بعد البروتين في جذور بتطلع بيبي هير، دي طبيعه بتطلع بعد شهر ونص او شهر او حسب العميله حسب نموها هي، دي طبيعه ربنا ما اقدرش اتحكم فيها. لو عملت مثلا وحصلت معايا عميله عملت بروتين عندي والجذور بدات تطلع من بعد شهر ونص والجذور طالعه، يعني هي شعرها افريقي فعايزه تداري المظهر من قدام، فعملت بيبي ليس، كانت كل شويه تعمل بيبي ليس، انت كده ضيعتي مجهودي وضيعتي اللي انا عملته. انا على جلسه البروتين بحط ترميمات بحيث ان الجذور تطلع احسن من الاول، انت فضلتي تعملي بيبي ليس طبعا وبدرجه حراره انت ما تعرفيش شعرك محتاج درجه حراره ايه، فدوستي بالمكوى، انت كده بتقطمي الشعرايه بتخليها تنزل متفرفته، وده طبعا اكبر غلط، لان مش كل بنوته في مصر او في كل بنوته عموما عندها عازل للحراره وعندها مرطب بعد الحراره، طبعا ما عندناش احنا كده، او لو واحده عندها ممكن تكسل على كل خصله تدهن عازل للحراره وتعمل بيبي ليس وبعد كده تسحب الحراره بمرطب، طبعا مش كلنا عندنا ده في بيتنا. طب ايه تكاتك انت كمتخصصه في المجال؟ تكاتي الاسباب، يعني اسباب نجاح وانت الجلسه. بتعملي الشغل؟ اه طبعا. تكاتي مش هقول لك رقم واحد غسيل الشعر، انا هقول لك رقم واحد واثنين وثلاثه واربعه، غسيل الشعر بالكرافاين ده شامبو انا بغسل بيه الشعر مهما العميله غسلت. انا طبعا العميله لما بتقولي عايزه اعمل بروتين بقول لها طبعا اسبوع في البيت تغسلي بشامبو معين، بكون قايله لها على شامبو معين، لما بتجيلي لازم انا اغسل الشعر، لان في مناطق في الشعر العميله مش ما بتعرفهاش ومش هتقدر توصل لها، اللي هي منطقه التوكه دي كلها بتبقى دهون، فلازم انا اغسلها بشامبو معين عندي. دي مش هقول لك رقم واحد، دي واحد واثنين وثلاثه واربعه، لان لا قدر الله الشعر لو فيه دهون وجيت عملت جلسه البروتين وبعد اسبوع واثنين البروتين فك منه، العميله هتيجي تشيلني انا المسؤوليه الكامله، فبالتالي انا لازم اغسل الشعر واتاكد ان الشعر خالي تماما من الدهون. تاني حاجه الماتيريال، لازم اكون عارفه الشعريه محتاجه ايه. متخصص البروتين يعني ما حدش بيوصل لها بالسهل، انا وقعت في اخطاء كتير جدا الحمد لله بس اشتغلت عليها. انا لحد امبارح كان عندي ندوه، الاسبوع الجاي عندي ندوه، انا كل يوم بتنقل من محافظه لمحافظه ان شاء الله، بحيث ان انا يعني مش عشان خلاص بقيت متخصصه وعرفت تكات كتير في البروتين خلاص انا لا، بالعكس انا بحب اشتغل على نفسي قوي، بحب اطور من نفسي قوي. الماتيريال لازم، دي اهم حاجه في الشعرايه، لازم اعرف الشعر محتاج ايه بالظبط وادهوله، ما ينفعش يكون عندي نوع واحد في المركز اشتغل عليه لكل انواع الشعور، طبعا لا، لازم يكون عندي كل يعني معظم انواع اللي هي يعني تغطي معايا جلسه البروتين وتخليها جلسه ناجحه. ثالث حاجه مجموعه الافتر كير اللي هي مجموعه العنايه ما بعد البروتين،
دي حاجه مهمه جدا، و80% من العملاء بيستهتروا بيها قوي، اللي هو لا ده انا عندي يعني جات لي عميله كانت عامله عندي وجت بعد 8 شهور تعمل البيبي هير اللي طلع، فبقول لها مش هتاخدي افتر كير، قالت لا ده انا لسه عندي. انت عايزه تقنعيني ان بيبي هير، ان سوري مجموعه العنايه عندك من 8 شهور وهتقعد معاكي كمان 8 شهور؟ طبعا بعرف ان هي كده مش ماشيه بالتعليمات خالص، وللاسف ان هي ما بتمشيش بالتعليمات وبتحمل المتخصصه، وبتحمل المتخصصه العيب، الشعرها لو قطم او بقى ناشف او مش، طبعا الشعرية بعد البروتين محتاجه حاجه مهمه جدا، محتاجه ترطيب. عشان كده بوفر في مجموعه الافتر كير عندي نوعين ترطيب بس، للاسف مش كل المتخصصات بتمشي صح في الافتر كير. طيب هل درجه حراره الميك اب بتاثر من شعر الاخر؟ حسب الشعر ما هيحتاج، يعني زي ما قلت لحضرتك الشعور اللي هي معموله جلاد ومعموله فرد ايطالي ومعموله ومسحوبه لون، دي بتبقى عايزه درجه حراره هاديه، وان انا اكبس الشعرايه بالراحه جدا بطريقه معينه جدا. في شعور تانية ما شاء الله بتستحمل معايا درجه الحراره، فشعر عن شعر اكيد يختلف. طيب ايه الطريقه الصحيحه اللي بتخلي البروتين يقعد فتره طويله جدا في الشعر عن الفتره المعتاده؟ يعني مثلا ما بنعمل جلسه بروتين عارف انها ممكن تقعد من في 4 اشهر، في 6 اشهر، في سنه، وحضرتك قلت في عوامل تانية بتاثر على زي العنايه بعد البروتين او ممكن ياثر عليها. طيب ازاي بنحتفظ بالبروتين ده كأنت كمتخصصه وانت بتعمليه تقدري تخليه يقعد في الشعر اكبر فتره ممكنه؟ هقول لحضرتك على حاجه، الروتس اللي بيطلع اللي هو البيبي هير بيطلع من بعد شهر، شهر ونص كتير قوي، لو شعر العميله حلو بيقعد شهرين، دي حاجه ما اقدرش اتكلم فيها. بس ازاي احتفظ بلمعه وطراوه الشعرايه وانها على قد ما تقدر تفضل محتفظه بالشعرايه من ورا، دي بتبقى من الافتر كير، مجموعه الافتر كير دي سبب رئيسي اللي بتخلينا نحتفظ قد ايه بالشعرايه. يعني لازم الافتر كير اللي بعد الشعر ما بعد البروتين دي مهمه جدا، مش عشان عملنا بروتين والجلسه بفضل الله طلعت ناجحه والعميله مشت تستهتر بالافتر كير، بالعكس ده مهمه جدا، والشعر فعلا بيبقى محتاجها، محتاج ترطيب بعد يعتبر بالبلدي كده هلكه المكوى اللي احنا عملناها له في جلسه البروتين. طيب عايزين نعرف مين اكتر حد كان بيقف جنبك ويشجعك ساعه ما انت كنت لسه بادئه؟ انت بادئه من 3 سنين زي ما حضرتك قلتي، سنتين ونص. عايزين نعرف مين اكتر حد كان بيقف جنبك ويشجعك في المجال ده؟ اكتر حد امي ربنا يديها الصحه، دي اكتر حد وقف جنبي وقال لي كملي. ربنا يخليها لك. ربنا يخليك يا رب. في طبعا كتير كتير من اهلي برضو بالعكس وقفوا ضدي ولا ما تكمليش ولا ما تكمليش في المجال ده، بس بفضل الله وبدعوات امي هم واقفين جنبي دلوقتي، هم اللي بيقولوا كملي. يعني اللي وقفوا ضدي في اول مجالي هم بالعكس اللي بيقولوا كملي، لانه شايفيني نجحت في وقت قصير جدا، فبيقول لي كملي في المجال اللي انت فيه، اللي كانوا واقفين ضدي الحمد لله. طيب بشكر حضرتك جدا استاذه مي، نورتينا متخصصه البروتين والعنايه بالشعر، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا وبكده نكون وصلنا لختام حلقه النهارده، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في حلقه جديده وموضوع جديد، انتظرونا.